السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصه اخرى من حصص اجي نتعلم وصوروا. هذا النهار اختاريت اننا نديروا حصه خارجيه تطبيقيه وفي الفضاء ديال سهر الصواني. اذا غادي نشوفوا الان كيفاش يمكن نصوروا هذا الفضاء. اذا هذا هو الفضاء، احنا الان قدمنا هذا المنظر، هذا كامل. اذا غادي نختاروا كيفاش غادي نصوروا، يكون عندنا صور مزيانين خاضعين للقوانين ديال التصوير على مستوى الكادر. غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نفكروا فيها قبل ما نبداو هما لي ريغلاج ديال الاله ديال التصوير. اذا اليوم غادي تكون عندنا بريوريتي ديافراغم. علاش بريوريتي ديافراغم؟ علاش؟ لحقاش خصنا تكون عندنا اون غروند بروفوندور دو شون، ولا لا بروفوندور دو شون متعلقه بالفتحه ديال الاله ديال التصوير اللي هي لو ديافراغم. اذا غادي نسدو الفتحه ديالنا باش تكون عندنا لا غروند بروفوندور دو شون في التصاور كاملين، ونبداو على بركه الله. كما كتلاحظوا المنظر كامل متكون من الحاجز اللي ما بين الحاجز اللي على يدينا ديال اليسار، والكراسي اللي كيجلسوا فيهم الناس، هاد البلايص اللي كيجلسوا فيهم الناس، والفوق الشجر، داك الصف ديال الشجر. اذا عندنا دي بوين دو فويت، عندنا دي بوين دو عندنا دي بوين، يعني هادو كلهم خطوط اللي غاديين كيتلاقاو في واحد النقطه. اذا النصيحه الاولى هي اننا ديما ملي كنكونوا كنصوروا منظر بحال هذا، ديما نجيبوا مثلا هذا الكرسي هذا اللي يدينا ديما الخضر خارج من القنت، من الزاويه التحتانيه ديال الصوره. اذا كما بغات تكون الصوره، يعني اي بلاصه بغينا نصوروا فيها وكاين فيها هاد لي كولور هادو، خصنا المفروض اننا نخرجوا شي حاجه من ديك الخطوط من القنت ديال الصوره. اذا هي هذه الصوره ديالي، انا خديت الصوره، ولكن المشكل اللي كيتطرح هو ان ديك البلاصه فين كيتلاقاو غادي تجيني في الوسط. اذا الفو توجور ايفيتي باش دوك الخطوط يتلاقاو عندنا في السونتر ديال الصوره. كنلاحظوا الان ان بجوج للحاجز للكراسه خارجين من الوسط. اذا هذه هي الصوره، بطبيعة الحال صورة ما فيها حتى شي مشكل من ناحية الكادراج. ونصيحة أخرى مهمة بزاف هي أن الشجرة هذه فوق ما نكون في مكان اللي فيه الأشجار، خصنا نستغلوا هاد الشجر اللي تيكون هابط بهذا الشكل هذا. إذن إلا كنا قدام مبنى أو مآزر تاريخية ولا أي حاجة كانت تكون تقريبا واحد الشجرة، نحاولوا ناخذوا بهذه الطريقة هذه، أننا كنجيبوا دوك الأوراق ديال الشجر الفوق. كتلاحظوا ان السماء كانت قبيله دومينونت في الصوره، الان لا. اذا نقلب على دوك الزوايا اللي هضرنا عليهم قبيله، ها هما عندي. اذا ها هما عندي الحاجز على اليسار والكراسي على اليمين والشجره مغطيه اللي تستخدم يعني عمرات ديك السماء، وبالتالي غادي تولي عندي صوره ما فيها حتى شي مشكل اللي هي هادي. واخا احنا غيرنا الان الزاويه، ولكن ديما كيخصنا نحافظوا على لو برينسيپ اللي هو اننا دوك لي بوين دي فويت يكونوا خارجين عندنا من القناه ديال الاله ديال التصوير. اذا نفس القاعده كنطبقوها على هذا الممر. كتلاحظوا ان الصوره ما فيها حتى شي مشكل من ناحيه الكادراج. وهذه المساله هذه ما كتنطبق شيء غير على المناظر العامه، حتى الطبيعه ممكن نلاحظوا هذه الشجره هذه. اذا نجيو لهنا بهذه الطريقة هذه وناخذ هذه التصويرة. إذا نفس الشيء بالنسبة لهذه الصورة هذه، غادي نقلبوا أننا نخرجوه من القنت بهذه الطريقة هذه.
هذا منظر عام اخر، ولكن غادي ناخذو نديرو ان زوم على واحد اللقطه بانت ليا، ها هي اللي هي هذه. اذا هي عندنا هنايا واحد الصوره معتبره. من الامور اللي خصنا نتجنبو هو اننا ناخذ صوره بحال هذه. اذا في الاول ما كنردوش البال، ولكن من بعد ملي كتكون عندنا الصوره كنلاحظوا باللي هاد الجايزه هذه، هاد البوطو هذا ديال الضو جاي في الوسط، الشيء اللي كيخسر لينا الصوره. اذا خصنا نتجنبوه، نمشيو شويه لهاد الجهه. اذا نشوفوا الفرق ما بين هاد الصوره وهاد الصوره هذه. اذا باش كيجي في الوسط كيدير لنا مشكل. هذا مثال الامور اللي خصنا نحتاطوا منها، هي اننا ناخذ صوره بحال هذه. كتلاحظوا ان الرايه جايه في الوسط نيشان ديال الصوره، وبالتالي هي فارقه على جوج. اذا خصنا نتجنبوا ان يكون شي عمود كما كان جايزه بوطو شجره اي حاجه، نحاولوا نيفيتيو ان ما تجينا شيء في الوسط. اذا نتجنبوا بهذا الشكل هذا، ونديروا نخرجوا داك القنيس كما قلنا، نخرجوا منه هاد الدرجات هادو، وبالتالي كتكون عندنا الصوره. وهنايا نلاحظوا ان الشجره شويه عاوتاني تقطعات، اذا لا باس اننا نبينوها كامله وناخذوا صوره بهذا الشكل هذا. اذا هذه الصوره ديالنا. وبعيدا عن التصوير كنلاحظوا كنشوفوا كاملين هنايا هاد الازبال هادي اللي كيجيو الناس في الليل وكيخليوها في الارض، يعني هنا صار الصواني كيصبح مزباله. واللي غريب في الامر ان طروها هو قريب. ها هو الطرو ديال الزبل هنا، وهي الازبال ملوحه حداه، حشومه والله الا حشومه. كتشوفوا هكذا كيصبح الساريج في الصباح، ازبال والطرو قريب من الازبال. ما فهمتش هاد الناس هادو كيفاش كيفكروا. كنتمنى ان الدرس يكون عجبكم. اما بخصوص ما شفناه من ازبال هنايا في الساريج، فكنتمنى ان الناس تغير السلوكات ديالها خاصه في الاماكن العامه. الله يهنيكم، والى لقاء اخر مع درس جديد ان شاء الله.